اخواني الكرام، اخواني الكرام، واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقد كنت واجد في الشجره القديمه ديال الطفوله ديالي، اللي هي داروا عليها ضربوا بها الامثال في الحب مع الروايات البنات. شوف غادي تلقاو ما بين هاد الفرع ديال العود والعود، تلقاو بحال الاه طالعين في كل جهه جوج، وكاين جهه اللي كتعطيك ثلاثه د العروسه من طلع الاول. الانسان يقرا على عصمة الكاليتوس. وثاني شيء، كاين بعض الناس اللي يقول لك وانت براسك طماع مثلا، اوكي طماع، ولكن نقول لكم شنو الفرق ما بين الطماع وما بين الحيل. هو او الحيليه، يعني احنا كنعرفوا ما بين الحيلي والحيليه وكذا وكذا، وكيفاش كتكون النصوص ديال ديالهم هما كانهم جايين من غير مجتمع واعيين، هي كيتكلموا صافي اللي جاتهم في عقولهم بحال السطول بلا تقرقب كما كنعرف. ماشي على انا ما غاديش سمع، غادي نجاوبكم اخوتي شنو هو. هو مثلا الانسان مثلا مستضعف، كتجوز فيه دوك التطبيقات كامل، هو غير واحد كيتكلم كينصحكم. شنو كيقول لكم؟ يقول لكم خصكم فاش تفكروا تزكيو في شي واحد، راه ربي وصاكم على العبد اللي هو كيوصل لكم الرسالة، ولكن نتوما كدعيو بأصحاب الزكاة، أصحاب الخيرات، أصحاب كذا، أصحاب كذا. وهذا العبد شنو هو؟ هو عبد الرزاق كما قلت لكم، هي العبد ولكن كيبقى مشلوك فيه جوج، هو والرزاق سبحانه وتعالى. وكيبقى ما يمكن ليش نسمي راسي بعبد الرزاق مثلا، ولكن هي عادي كل واحد كيفاش كيلقب راسو. كيكون التشبيه ديال هاد عبد الرزاقات كل واحد والنص ديالو. ولكن الحكمه اللي كنتكلموا عليها هي بدوك العمل، لو كان جاز شي حاجه راه جاز بدون نقاش، ولكن شنو المشكل تما؟ كاين في هاد عبد الرزاق الاولي اللي فوق ما كيزيد لشي حاجه ديال شي اداره كتستخدموا مع القوالب، شنو المشكل زعما؟ خصو يعطي الرشوه، يعطي شنو؟ كيفاش دايره عندكم نتوما الرشوه هو في وسط بلاد؟ يلا غير فهموني، انا غير فهموني، واش كاين شي واحد؟ حنا كنا قانونيين، كنا حقوقيين، كنا كنعرفوا كل واحد كيقولها راسي يا راس، ما غاديش نختلفوا على هذه النقطه، ولكن غادي نختلفوا على واحد النص. شنو هو السبب اللي غادي يبقاو الناس طاغيين فوق الله وما بغيش يؤدي واجبات الله لذوك المستضعف؟ يعني انا نعشت هذه المرحله هذه وما كنتكلم بها الا واقعي، وزائد في الحياة هذه اللي كنتكلموا عليها، راني ما دايرش شي نص اللي هو مأذي الناس ولا مسبب شي مشكل ولا شي حاجة. راه ملي تزاديت وقيلا وانا عايش ما عنديش مع المشاكل، ولكن الضو الحمر هو انا في المشاكل. الا مشيت تعصبت كنضرب الارض من فين انا حتى الاخر فين هي، ومن فين الرواح حتى الاخر فين حفروه وداروا مقابر يوم الجمعة في العشية. يعني تما كاينه الله سبحانه وتعالى شنو كيعطيكم؟ كيعطيكم الامثال. وضربنا لكم مثلا، شنو قال لكم الرسول؟ قال لكم فمن قال لكم فاخذوه ومن جلبكم عليه فاجتنبوا. يعني كاين اكثر من واحد غير واحد الوصيه بسيطه في الحياه. الناس ما غاديش تقدر يقولوا لي اه ما عندهم الصبر، ما عندهمش كذا، ولكن داكشي علاش الناس اللي واعيين في الاجتهاد الحيله سمعوا الزرواطه. يعني الناس اللي كيطغوا على الله او اللي كيتجاوزوا الحدود الله في هذيك امور الزكيات او امور الاديات كتولي الزرواطه، لان بحال واحد النقيطه ديال الصبر وحكمه الفرج، والفرج من عند الله. الحياة مبرمجة، ولكن تدوا منها إلا ما تأكلوا وتشربوا وتلبسوا. ماذا يبقى هناك؟ الأعمال. أين هما الأعمال أمام الله في أمور الوصيات؟ حنا ما غاديش نجي ونقول لكم أنا هو ربكم الأعلى، ولا أنا هو راسك كتجاوز ديك النقيض، لان في المحبه الله خصكم توزنوها. اللي قارن على المحبه الله الايمانيه ماشي المحبه الله ديال شي حاجه،
ديال الدعاره ومحبه الله ديال الفساد ولا التلوث ولا شي حاجه، محبه الله غير ديك الايمانيه. الا قرا غير الانسان على راسه ولا الانسان على راسها في الحياه، غادي نلقاو بانه هو كيقول لك الشبه منه 40، ولكن علاش كتشبهوا بنفس الشيطان ما كتشبهوش بنفس الاعمال الخيريه والحسنيه لله ولرسوله ومن ذكر في كتاب الله وكتب الربانيه؟ يعني غير بدك التثبيت. يعني خصنا يعني كتبغي نفسك، كتبغي وليداتك، كتبغي حتى بلادك، كتبغي حتى اللي فيها باش تقدر تسترزقوا منها. لانني داكشي علاش سميت انا عبد الرزاق ولد زبيده، سميت راسي ملك الاسواق المغربيه والعالميه. الشعيبيه، شنو هي الشعيبيه؟ هي الشعبيه، الوريده، الشعب. والوريده الشعب هو راجل ماشي بنت، ثم سميتوها انثى اسم غليب كما قالوا هذاك الزير وبغى يحرس شي بلاد، كيقول لهم اه الله يطول لي في زوجتي اوكي مزيانه. انا براسي لا كنت اكون ما غادي نقول هذه الكلمات لانها كتبقى انثى جميع الاشياء. ولكن واش كنهضر على الامور ديال الاستحسان في امور الاعمال؟ واش انا مثلا تزوجت مثلا وطلقت واحد الانسان؟ انا ما مزوجش اخوتي باش تفهموا، ما عمرني تزوجت، ولكن غير كنعطيكم امثله على حسب المعرفه. انا مثلا تزوجت وميسور الحال وكذا وكذا، ولكن ما قيسش واحد المقياس. هذا المقياس بحال اللي غادي نعاود لكم في المنشور اللي مورا، هذه ما عدلتش واحد المقياس. وهذا المقياس شنو كيحتوي؟ كيحتوي الحسن في الاحسن، وهما داكشي علاش تضرب. كاين بزاف د البنات وبزاف د النساء تضرب لهم مثلا لا حسن لا محسن لا هادو لا هادو، هي ممكن لا حسن ولا محسن ولا خديجه ولا رقيه ولا صفيه ولا زبوزه من اسماء الله الحسنى. يعني هما كاينين شي حاجه سميتها كل واحد وكيفاش كيبدع في واحد الشيء في الدنيا. كل واحد كيفاش بغى يكون في الدنيا، كل وحده كيفاش بغات تكون في الدنيا، وكل واحد عنده حريته الخاصة، كل واحد عنده تفكيره المحدود أو تفكيره العالي، كل واحد عنده المتوسط أو الفوق المتوسط، يعني على حسب التجارب، على حسب الأعمار، على حسب الممرات اللي مروا فيها في التجارب الدنيوية جميع الناس. ولكن الناس ما قدروش يوزنوا في واحد الميزان اللي هو العدل، اللي هي الدنيا كما كيقول الله سبحانه وتعالى، الدنيا خير البقاء من أوفى فيها وأخلص لله بالصدق والزكاة والرحمة، ومن بعد الزكاة يسير الصلاة، هي خاتمة الكتاب، فمن تركها فإنه كفر. يعني كتعني الفرض الأساسي كيبقى الزكاة، هو باش كيأمنوا بالله، باش كيوليو هما داخل الدنيا اللي هي الله سبحانه وتعالى. من بحال نقولوا مثلا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كما قلت لكم أنا. يعني قصة سيدنا موسى شنو عطى فيها الله المثل؟ عطى فيها الله المثل واطلب لنا ربك يأتينا بمطر من أجل تومه وعدسه وبصله وكذا وكذا. ولكن شنو كيبقى تما من تومه وبصله وكذا وكذا؟ كيبقى الأرزاق، وهاد الأرزاق شنو ولات في الدنيا؟ ماديات. ولكن الماديات شنو السبب ديالهم؟ السبب ديالهم هي إغراء حواء كما كنقولوا، ولا حوات ولا شنو كتقولوا لهم تما بالقران الكريم. حنا ما غاديش ننصهم باسم النساء باش ما يمشيوش يتقلقوا منا. يعني قالوا والله حنا نقدر نحصلوا على هذه النتيجه، وحصلوا عليها تبارك الله عليهم، حصلوا عليها. وكاين منهم النساء اللي وصلوا للمناصب عليا في البلاد، وكاين يعني ماشي غادي نقولوا ما حصلوش عليها، لانهم عندهم واحد النقيطه فين يطيحوا الشيطان او يطلعوا فوق الميدان اللي هو الراجل او الشاب او كذا وكذا. يعني مثلا من داك الامور ديال الجمال والغرور وزيد وزيد من جميع الاناث والنساء. يعني كان هادي الذكر النساء بحال النساء بحال الرجال، غير هما كيكون كل شيء عارفش. ولكن هاد الشيء اللي ما عارفش هو داك العدل اللي كيكون ماشي متوازن. راه لما قراوش الناس على العدل راه غادي تجي فيهم من بعد شيطينهم. الا ما قراوش على التثبيت في الاخلاص ديال كانهم مرسلين بحال الكلام اللي كيقولوا الرسول مثلا في الرساله اللي هي كما قلنا في العصر الاولى شنو كانت؟
كان سيدي دابا الناس فاش كانوا كيبغيو يكتبوا شي رساله فهمتني ولا يديروا شي حاجه كيمشيو خصهم يمشيو للمقاطعه ويمشيو للدائره ويمشيو للانجليزي ويجلو هنا ويجلو هنا او كاين الناس القدام اللي قبل من هاد الناس هادو شنو كانوا كيديروا كيختصروا لك واحد المواقف ديال البنيه التحتيه اللي هي كما كنقولوا ديال الحكام ديال الدول قبائل عشائر وقبائل كانوا كيصيفطوا هاد الرسائل على عبارات عن فرسان عن العودان حيت كانوا الناس اللي في ذاك الوقت كانوا الناس اللي كيبانوا شي حاجه شخصيه هما اللي عندهم العودان يعني كان كلشي عنده الخير كلشي ما كيشكيش من شي حاجه ولكن كيشكيو من قله الوعي شكون اللي يوعيهم شكون اللي يوريهم شنو الاتجاهات خصهم يلتجؤوا باش يعرفوا دابا كاين بعض الناس اللي بكل صراحه اللي كياخذوا حتى ديك القيمه ديال الله سبحانه وتعالى باش كياخذوها كياخذوها بواحد النص اللي هو بانه هو الله سبحانه وتعالى وداك النص الديني ديالو غير مجرد كما كنقولوا واحد الشيء بسيط يقين ولا مجرد مثلا فكر ولا مجرد فلسفه ولا مجرد شيء ولكن هذاك راه شي حاجه صادق من اشخاص صادقين في الحياه عرفوا الله وصلوا لقيمته بلي الجهاد اللي عطاهم الله حتى لو كانوا اميين حتى لو كانوا واعيين مجتهدين حتى لو دازوا ملوك حتى لو دازوا فراعنه حتى لو دازوا ممارده حتى لو دازوا جميع الفئات في امور الديانات هذيك الامور كيعطينا مثل باش ما يمكنش البشر يولي بحالهم الاسوء يعني قال لك كل نبته طيبه تنبت منها خضروات في الحياه تصير كزينه البنات او زينه الاولاد يعني مثلا احنا صغارين احنا زوينين بوكسن كل واحد كيفاش الله سبحانه وتعالى عطاه النور ديالو او رزقه او المكاتب ديالو احنا ما غاديش نصو باش نحتقروا بعضياتنا ولكن يعني في داك النص المادي الله انتو كل شيء كيقول الله 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 ولكن حنا فاش كنركزوا على النص المادي كنلقاو كيفاش الله الله عطاه بالكذوب او الله عطاه بالزيادات واش الله عطاه بالكذوب او عطاه الله من بعد الممات يعني هاكو كناخذوا هذاك الميزان وداك الميزان كنتكلموا على الشرح ديالو او الفهم ديالو هو داك التنازل ديال التواضع كما كنقولوا حنا ماشي هما ربي باش غادي نحاسبوا الناس على اخطائهم ولا شي حاجه ولكن نقدروا نكونوا حنا مع ربي في اصلاحهم يعني بحال هكا او مساعدتهم او شي حاجه يعني هادشي علاش تكلمت انايا وبصراحه خوتي ما عنديش مشكل اللي بغى يصدق عليا اللي ما بغاش يصدق عليا او كتزادين يعني كتبقى القضيه فيها غير على حسب وفيما اي اتجاه التجأت له اكيد غادي يلبث فيه الخير والارزاق من ربي ولكن الارزاق منكم نتوما الكذابه باسم الفلوس والتحايل ديال الشيطان على ما كنظن ما غاديش تنجحوا في الاخر لانكم كنتو كترجموا الناس كتقولوا لهم موحدين ومكتوب ومكبوتين وكذا وكذا وانتم اغنياء ولكن دابا انا اللي رايت فاش قدرنا نديروا لكم الانفتاح ما بين الشعب وليتم متلوطين كنتم مكبوتين سابقا ونتمنىكم ما تكونوش مكبوتين ولكن تكون عندكم لطيط لطيط ديس سكول دريفن سكول يكون جود شنو هو انا مغربي حازق جيت عندك ندوز بير بخصك تعطيه لي ما تطلبش مني الرشوه تساعدني فيه تدعمني فيه واخا حتى لو ارتكبت اي غلط كتبقى غير بطاقه ديال الدعم من طرف حقي في وطني هذا اول شيء وثاني شيء واخا كان مثلا هذا المثل هذا كيتعطى فيه حتى الماديات غير هذوك الماديات راهم كافيين من طرف حازق وهو مسكين ضايع في الحياه وتمنى غير داك الكرمي ياخذ مثلا جهه طنجه اللي كنا كنقولوا راك عارف قنطره زائد شي بروغرامات اللي هما الا جينا نتكلموا عليهم عن نصوص الحياه نقدروا ما نحترموش حتى الملك في النص ديالو ماشي الا الوزير ولا الرئيس ولا البرنامالي ولا بوليسي ولا كوميس ولا ماريشان ولا اوفيسي ولا دوبالو ولكن كيبقاو اللي كيحترمونا وكيقدرونا
كيبقاو فوق راسنا على كل شيء، كما كيحترموا جميع الناس، وكما الناس عندهم حتى هما اصدقاء ديالهم كيحترموهم وكيفضلوهم على نفوسهم. ولكن انا في هذه المصادره ما جيتش نتكلم مثلا على امور ديال العداوات او الفتن او شي حاجه. مثلا نقولوا اما اسرائيل شنو قالوا؟ اسرائيل قال لك احنا كنحميو المال العام. جا محمد السادس قال لهم انا كنحمي المال العام، يعني ودوك الفقراء اللي مخبعين بهم باسم المقدس شنو هادوك؟ واش يتامى من الفقر ديال المال العام او الاستكبار على داك الوزن هذاك ديال الميزان على الفقر العام؟ الفقر العام هذه وحده. النقطة الثانية هو كيبقاو هادوك نقولوا مثلا إسرائيل أهل الكتاب مكرمين لأنهم ما عندهمش الفقراء، ولكن كنشوفوا المتخلفين اللي هما كيسمنوا راسهم في ذاك الكتاب مازالين ما نقدوش الفقر، ولكن كيتصوروا باسم رزق الناس على الفقراء. يعني أنا لو كنت أنا نحشم كل صراحة، لأن الإنسان ما كيتزيد، ما كنزيدو حنا ناخذ واحد الحاجه بالقوه او بالعنصريه او من اب من جد او بالخلافه او بالانتخابات او بجميع القيامات اللي كتواجد على الاراضي او الاوطان. راه الا خصنا نكونوا كنجريو للاصلاح بعدد المجتمع بروميان فلو. شنو هو المجتمع؟ هما الناس الفقراء المحتاجين كذا، المواطنين الاساسيين ماشي الاجانب. لان بكل صراحه واحترامات للجامع اللي بغى يفهمني هذيك حريه جامع الناس، انا ما كنختلفش على حريته، لانني فاش عشت في بلادهم ها هما اللي ما تيقش يجرب. اما غير في الخارج غير في الامارات الا ما لقيتيش الخدمه وما لقيتيش مثلا اللي صاوب لك الوراق كيعاقبوك سجنين كاع ويرجعوك البلاد، ولا مثلا تقدر تضرب 6 شهور مثلا وتولي ترجع كيتقنصر او كيقول لك اوتوماتيكمون، ولا كاين اللي كيعطيهم الحرمان، وكاين اللي كيعطيهم 3 شهور ديال الابعاد، وكاين كل الناس. لان كتبقى الاسس ديال كل وطنيه، نتوما ما حميتوش واحد الشيء ديال شعبكم كيبقى تحملوا مسؤوليتكم. هادو عاوتاني كذلك، الاخرين كذلك، الاخرين كذلك، لان كتبقى الميزانيه الداخليه ديال المواطنين في امور انعاشهم داخل وطنهم، وعاد من بعد الانعاش ديالهم داخل وطنهم. شنو هو الانعاش؟ هو الامور الماديه، الدعم المادي اللي ما عندوش كندعموه بجميع الامكانيات، ماشي كنحطوا فيها خصنا لازم خصنا عطنا ضمانات. وكاين شي فقير في رايكم نتوما هما فقراء محتاجين وغادي يجيو للبنوك وغادي ياخذوا الدار مثلا باش يتزوجوا، ولا غادي ياخذوا محل تجاري باش يخدموا، ولا غادي يدعموا مثلا من جهه البنك هما كيطلبوا لهم مثلا عطاونا ضمانه تكون قدروها شقه او ارض او شي حاجه كتملكوا كانت فوق واحد 20 مليون 30 مليون. يعني الانسان اللي كانت عنده غير امور الضمانه راه يخدم بها، ماشي عاد يتسمى فقير. ولكن الفقر راه كنعرفوه في نصوص ديال الشواهد ديال الضعف وعدم الممتلكات. وانتم كتبقاو تانتم مراقبين بحالكم بحال هاد المؤسسات البنكيه، بحالهم بحال المخزن، بحال العسكر، بحال القضاء، بحال زيد وزيد. والقضاء كيتعلق بالنص الاسرائيلي ديال بلاك، يعني هما مع الجهه ديالهم، ويقدر يجيو مع الناس اللي هما ديالكم جميع النصوص، ولكن عند حدود العدل، يعني ما يكونش داك الظلم داك الاختلاف داك شي حاجه. اما باش يجي الانسان مثلا غادي يخرج الانسان على وظيفته من اجل تحرميه ديال البنت ولا تحرميه ديال الدري ولا تحرميه كذا، هذا كيتسمى تخلف. لان لي بزاف ديال الاحيان والمراحل كنبقى نتكلم في شي نصوص وكنبقى نراجع مع راسي الافكار، كنقول نقدر نخرج على هذا على خدمته، نقدر نخرج له على خدمته، نقدر نخرج له على خدمته، لانهم كيستخدموا واحد النص خارج على نطاق الله، كيسرقوا بزاف الاموال ما كيزكيوش. فاش كيجيو قدام الناس كيتجمعوا مع الاصدقاء ديالهم مع الصديقات ديالهم لا فامي ولادهم كذا، انا خرجت هذا العام خرجت 2 مليون، انا خرجت هذا العام خرجت 30 مليون، انا خرجت هذا العام خرجت 15 مليون، انا خرجت هذا العام خرجت 25 مليون، انا خرجت هذا العام خرجت 100 مليون. وسيدي نحسبوا غير دوك الملايين اللي كيخرجوا هاد الناس في الراديوات كيقولوا لك الزكاة، ولا كيقولوها اصحاب المساجد، ولا كيقولوها مثلا الدوائر والقطاع الحكوميه ديال المحاكم والمدارس وزيد وزيد اللي هما عندهم واحد الصالير عالي، ما كنتكلمش على الصالير البسيطه،
التخليرات البسيطه راه الناس كلهم كتعرفو، كل واحد يقدر يكفيه بحرام مع دوير الزمان والكراو والسكينه ديالو. زيدو نتكلموا على شي حاجه ميزانيه ديال الدوله، يعني ميزانيه الدوله كنوليو كنتعاقبوا على امور النص ديالنا كاننا محتاجين، حيت ماشي مدينتنا، حنا داخل مدينه طنجه، يعني هذه هي في مدينه طنجه وهي ماشي مدينتنا، هي ابا وعن جد عن اصول وبرقمها وشعبها وتاريخها. الدرابو مسمت للهوار من زيرو من زيرو سبعة حتى الهوار. وزيد وزيد، ودابا المشكله هو غير هما الناس ما بغاوش يفهموا شنو هي الاجتهاد. راه كاين فرق ما بين الاجتهاد الفكري مع الاجتهاد الاعتقادي مع الفرق ديال الاجتهاد ديال كانها مصلحتي وليداتي وادارتي ووظيفتي وكذا وكذا وكذا، وحقا غادي نخسرها وحقا نتابع كذا، حقا نأدي يمينة يمينة او يميني او ايماني او ربي او من غير ربي. كتبقى واحد الشيء تكلم عليه ربي ما كيبقاش فيه الامانه او الاخلاص الا ما كانوش مخلصين. هذه ديال بناء العباد قبل بناء مكان العبوديات، والمسؤولية العباد أولى من العبوديات، والزكاة قبل الصلاة. وليش الزكاة قبل الصلاة؟ حيت الناس ما يقدروش يبقاو بالجوع أو يبقاو فقراء في الدنيا، هما في حقوقهم المعيش اللي خلقهم الله من بطون أمهاتهم. لأن في الأول لكنتم مبغيش، نتوما باغيين تحكموا هاد البلاد، باغيين تديو فلوسها وأرزاقها غير النسبة ديال الربح، ربح ليكم نتوما الخاص، وما تنقدوش هاد المؤسسات. إذا أسيدي علاش كتديرو لنا الانفتاح باسم الدعارة باش يتولدو البشر ديال الأزواج ديال المصاحبات ديال المداري الزدوز؟ يعني غير نكونو غير واقعيين. أما لا، هنايا راني يمكن نخاف من تاشي جهة، كونو هاني نعرف، حيت كنعرف الميزان واحد سميتو انا راسي، وتزادي براسي، ما كنتكلم الا الراس، ما كنتبعش شي ريوس خير، ولكن كل شيء يديها في سوق راسو. حتى نعلمو ريوس الناس باش يجتهدوا في ريوسهم، ما يجتهدوش في ريوس الناس. اما شي حاجه اخرى كتبقى ميزانيات واحترامات وتقدير وجميع النصوص. كاين بعض الناس اللي كيزكيو المساكن كيصدقهم مزكينهم على وحدين اخرين، تبارك الله كنتكلم لهم على الناس. وكاين اللي منهم كيفهموني لاباس عليا، وكاين منهم اللي كل واحد كيفاش كيفهمها. ولكن حنا خوتي هنا ما كنتكلموش على امور المظاهر او امور الاعتقادات، لكن كنتكلموا على واحد الامور ديال كيفاش تقدروا تنقذوا راسكم من المخاطر في الحياه. لان انا في اي بلاد كنت خصني اسس لها الاستقرار ديالها والتنظيف ديالها من جميع البيئات المتلوثه، كانت بشريه او بريه او بحريه او امنيه او سياسيه او جميع الفئات اللي هي ما كتحترمش الله وما كتحترمش واجبات الاحترام. ولكن ما كندعيش بانا وانا، ولا نقول لكم انا قائد، ولا نوريكم انا البطاقه ديال اوفيسي ولا ماريشان ولا شي حاجه، ولكن كتبقى غير امور ديال احترام وقرايه. حيت فاش تقراو مزيان ديروها، شوفوا داك الاستاذ شنو كيدير اللي كيقريكم في المدارس، غادي تلقاوه كيقري واحد 60000، عاوتاني فاش يمشيو بحالهم يجيو 60000 اخرين. يعني غير الوظيفات يمكن الانسان يحارب بنفس الوظيفات، ولكن حنا ما كنتكلموش على حروبات الناس او حروبات الوظيفات، كنتكلموا على علاش الانسان كيتسلب منه ممتلكاته وهو فقير، او علاش الانسان كيتسلب ممتلكاته وهو يدعي بالاستكبار والروح
مجرد هواء نسموه كالعطر الدافئ ديال الوردة الشعبية اللي هو آل. يعني بغينا نقراوها بحالك، يعني اللي كيبغي شي واحد وكيكون كيشوف واحد الانسان صالح له وقدوه ليه وكيعزيز عليه وكذا وكذا، راه خصو يخلق له واحد الجو مادي من اجل التقرب او الانقاذ او المساعده او جميع الاشياء او شي شخص عاوتاني كذلك. ولكن دابا تصوروا هاد الناس، انا واحد من هاد الناس هادو اللي كيتكلموا كنحس بهم، ماشي ما كنحسش بهم، كنت عايش معاهم جميع الاشياء اللي كيعيشوها في المجتمع ديال فقرهم تيتيمهم جميع النقاط، ولكن حيت هما ما كيركزوش. واش كاين شي واحد اخوتي يقدر يسب يشتم النبي ديالو؟ الا قدر شي واحد يقول لي انا نقدر نشتم النبي ديالي ونشتم ربي، نقول له شحال اش من رب، واش الرب البي حيت كنعرفوا اربعه د الربوبيه في راس بنو ادم او خمسه بحال الصالح، هو الرب البدائي، هو كيكون الاب ديال الناس، والام البدائيه هي كتكون الام ديال الناس، والاخ البدائي هو كيكون الاخ اللي وصى عليه الله سبحانه وتعالى في وسط الناس. بحال هكاك عطينا المثل ديال ادم وحواء في النص، التفاحتان واش كتبان لكم شي تفاحه الجنه على وجه الكره الارضيه، ولا كتبان لكم شاده كترضع منها غير حواء وليداتها؟ وغير نتوما هكاك تقراو جوج مع وحده، واش عندها غير وحده ولا عندها جوج؟ يعني الدنيا هكا كيتزادوا فيها الناس مكتملين، الراجل ما غاديش يكون عنده دوك النص هذاك، لانه تسمى ادم بشري، وهذا بشري سميتو عبد ومعبود ورزاق وعبد الرزاق وهو راه واكوارا وزيد نهار جوج بحال التاريخ ديال الزياده الاول مع الزياده الثاني، الفيل مع الحوت، هو كيتمنى الصيد ولكن ما كيبغيش يصيد حيت كيخاف من الله في امور الفلوس، ملي يعني كتوصلو شي وحده دير معاها شي مساعده كتلقى حيد عليا الدري كنلقى بالزوم حيد عليا، ديما كنجربو عباد الله حتى تجارب حكمه من الخيانه من بعدنا الا ما كناش جنبهم، ما عرفتش شنو يديروا فينا، وقيلا غادي نلقاوهم دايرين لهم بحال دوك الفقهاء. الله يستر. دابا كاين مثلا كنشوفو غير النص ديال مثلا اسرائيل ديال الدهز، ودابا هادو شو شحال غير شي حاجه قليل، وجايين تحاربوا مع الفقراء الاسرائيليين. واش دابا نتوما كنحس بكم ملوك ورؤساء بخيلين وبخلاء في نفس الوقت؟ دابا هما مثلا نقولوا هما خمسه مثلا الفئات، ودوك الفئات الخمسه كلهم كيلعبوا على كل وحده ولعبه على تأسيس مؤسسة بسياسة خاصة للحماية، ولكن احنا كنطلبوا شنو كنطلبوا؟ احنا بغينا العرب ما يبقاوش فقراء، باش ما تشكيوناش في المجتمع الدولي وتقولوا الفئة الاخرى خصها السعاية الزكاة للدولة ديالها، ولا السعاية حقها بالزكاة للدولة الاخرى، ولا بالسعاية للدولة الاخرى، خصنا نوليو مسلمين كاملين في الدول بالفلوس، هذا هو الاسلام. This Muslim all money. This my love Allah good all Muslim. This يعني بحالك هادو هما اللي فهمنا. تحياتي اخوتي، انا فسرت لكم واحد النقيطه، عندك ماشي غادي ديك كازاوات باش تقلقوا مني ولا شي لعبه، راه الواقع كيحكم علينا نتناقشوا بهذا الجواب، بغيني ولا كرهني، انا ما بغيتينيش نشد في ذاك الدين، ندير لك عمرك ونقول لك واش حتى هو ربي. تحياتي تما، باش تعرف واش تقري ولا خصك تربي، ولا خصك تربى شخصيا الاستاذ، حيت هاد الاستاذ الرويده تا هو مزعزع، خصو شي رويضه اللي تدور بيه في طنجه، حيت عنده بقال وقال لك راه ذكي. حسابنا تالي. تحياتي يا مول التوالي، ما كاينش درهم، الا كاين الدرهم الحب تما كانت حابه، ما كاينش الدرهم تما كانت عايبه، هكا علمونا الحسد والقوال باسم الكراهيه والشتم.